بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دال عددية رقم واحد. إذن لننطلق على بركة الله. قال بي لي إكس كثير الحدود، حيث أعطيت لنا عبارته ها هي كثيرة حدود. كثيرة حدود معناه الإكس لا يوجد هنا في المقام، أو يوجد لنا جذر إكس أو ما أشبه ذلك. إذن هذه العبارة تسمى كثير الحدود. قال أحسب بي لي واحد، إذن نكتب هنا حساب بي لي واحد. ما معناها بي لي واحد؟ لاحظوا جيدا، هنا عندنا بي لي إكس وبي لي واحد، معناه في مكان الإكس معوض بواحد. إذن هنا هكذا، وهنا هكذا، وهنا هكذا. فماذا نجد؟ واحد 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 في واحد في واحد واحد هو واحد في الناقص، بحيث ناقص واحد زائد ستة ناقص ثلاثة عشر زائد ثمانية. هذا مع هذا أربعة عشر، وهذا مع هذا ناقص أربعة عشر، إذا تصبح لنا صفر. إذا ماذا يمكن أن نقول على هذا الواحد؟ نقول الواحد هو جذر لمن؟ للعبارة بي لي إكس. الآن بعدما أثبتنا على أنه، لاحظوا جيدا أبنائي، أنه جذر، ماذا يمكن كتابة البي لي إكس؟ هذا البي لي إكس يمكن كتابته هكذا، تصبح لنا إكس إكس ناقص واحد في ماذا؟ في أ إكس مربع زائد بي إكس زائد سي. إذا ضربنا هذا في هذا يا أبنائي ماذا نجد؟ نجد البي لي إكس، لكن هنا المطلوب هو إيجاد الأ والبي والسي. لماذا؟ لأنه لاحظوا هنا قال استنتج تحليلا لكثير الحدود بي لي إكس. إذا نقول هنا استنتاج تحليل لبي لي إكس. هنا إما أن نستعمل النشر والمطابقة، إما أن نستعمل ماذا؟ القسمة الإقليدية. تعالوا نستعمل الآن القسمة الإقليدية. لاحظوا جيدا هكذا القسمة الإقليدية. نأتي أولا بعبارة البي لي إكس، ها هي عبارة البي لي إكس، ونأتي بإكس ناقص واحد، يعني نقسم بي لي إكس على إكس ناقص واحد وننطلق. إذا ماذا تقول القاعدة؟ تقول نقسم هذا على هذا، مثل ما نعمل بالأعداد. تصبح لنا ناقص إكس قوة ثلاثة على إكس، نختزن إكس من هنا ومن هنا، فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص إكس مربع. الآن تقول قاعدة نضرب هذا في هذا، كم نتحصل؟ لاحظوا جيد، نقول ناقص إكس مربع في ناقص واحد تعطي لنا كم؟ تعطي لنا إكس مربع، هذا هو الشيء. ثم عندنا هذا في هذا، نتابع جيدا أبنائي. إذا قلنا ناقص إكس مربع في إكس يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا ناقص إكس مكعب. ثم تقول القاعدة ندخل عليهم الناقص، يعني كأنما نقول هذا ناقص هذا. لما نقول هذا ناقص هذا معناه ندخل الناقص ونجمع، إذا تصبح هنا زائد وهنا ناقص، ثم نكمل هكذا الجمع، تصبح هذا يذهب مع هذا تعطينا صفر، وهذا ستة إكس مربع مع ناقص إكس مربع تصبح لنا زائد خمسة إكس مربع. ثم ننزل هذا أبنائي، يعني مثل ما نقوم بالقسمة الأعداد، لما نقص ننزله تصبح لنا ناقص 13 إكس، ثم نعيد الكرة مرة أخرى، تصبح لنا 5 إكس مربع على إكس، إذا 5 إكس مربع على إكس، نختزل إكس من هنا ومن هنا، فتبقى لنا ماذا؟ تبقى لنا زائد 5 إكس، هكذا كما أكتب أبنائي، إذا 5 عفوا قلت 5 إكس، ثم هذا في هذا، كم تعطينا؟ تعطينا ناقص 5 إكس، إذا نكتب هنا ناقص 5 إكس، ثم هذا في هذا، تصبح لنا 5 إكس في إكس تعطينا زائد 5 عفوا 5 إكس مربع، ثم ندخل عليهم الناقص لنقوم بعملية الجمع هكذا، تصبح هذا مع هذا يذهب، تصبح صفر، وهذا مع هذا يعطينا كم؟ يعطينا ناقص 8 إكس، لأن 13 ناقص 5، ثم نعيد الكرة، كذلك لاحظوا ناقص 8 إكس على ماذا أبنائي؟ على إكس، يختزل هذا مع هذا، فتبقى لنا الناقص، تصبح لنا ناقص 8، ثم نعيد هذا في هذا، كم؟ يعطي لنا 8، أكيد هذا سوف ينزل إلى هنا بالزائد، تصبح لنا هنا 8،
ثم هذا في هذا يعطينا كم؟ يعطينا يا أبنائي ناقص 8 إكس، وهذا عنده الزائد. ثم ندخل عليهم ناقص لنقوم بالجمع هكذا مع هذا، يذهب هذا مع هذا صفر، وهذا مع هذا صفر، فالقسمة أصبحت قسمة تامة. الآن ما معناه؟ بعدما وجدنا هذه القسمة التامة يا أبنائي، معناه نقول هكذا، لاحظوا جيدا، نقول أن بي لي إكس، بي لي إكس أصبح ماذا يساوي؟ يساوي أن هذا في هذا، مثل ما نقول 20 تقسيم 4 تساوي أن 5، فإن ماذا؟ فإن 20 يساوي أن 4 في 5، لأن لا يوجد باقي. إذا فأصبحت إكس ناقص 1، عفوا هكذا، إذا قسم إكس ناقص 1 في ناقص إكس مربع زائد 5 إكس ناقص 8، هذه هي بي لي إكس، عبارة بي لي إكس الجديدة. لو نلاحظ هنا أبنائي، بعد ما أكملنا هنا مع القسمة هذه القسمة الإقليدية، سوف نجد أن هذا البي لي إكس الذي وجدناه العبارة الثانية له، تابعوا جيدا، لو نطابقها مع العبارة الأولى سأريكم الـ A والـ B والـ C أين هي؟ انظروا جيدا، ها هي أمامكم. ألا تلاحظون يا أبنائي أن الـ A ها هو اللي هو ناقص 1، والـ B هو 5، والـ C هو ناقص 8، ها هي أمامكم. هذا يقول أحدكم لماذا لا تقول 8؟ أن عندنا هنا زائد، لو كانت ناقص لقلنا C 8. إذا هذا P لـ X الجديد. هو قال ثم استنتج تحليلا لـ P لـ X. الآن التحليل الأول ها هو، نأتي الآن يمكن أن نأتي إلى هذا بما أنه من الدرجة الثانية، نقوم بحساب المميز، ممكن أن نجد له جذور أخرى، ممكن. تعالوا نأتي إلى هذا العبارة الثانية، بما أنها عبارة من الدرجة الثانية فيمكن، لا نقول دائما يجب، يمكن أن نجد لها حلول. بما أنها معادلة من الدرجة الثانية فنحسب لها المميز الذي يقول ب مربع ناقص 4، عفوا ناقص 4 في A في C. البي هنا كم؟ ها هو البي أمامكم، اللي هو أصبح لنا دالتا يساوي لنا 25، لأن 5 هي مربع، ناقص 4 في الـ A، ها هو الـ A يا أبنائي هو العدد المضروب في الـ X مربع، اللي هو ناقص 1 في C، ها هو C أمامكم، اللي هو كم يا أبنائي؟ اللي هو ناقص 8. فأصبح لنا 25، الناقص في الناقص في الناقص، هذا في هذا في هذا، تعطي لنا ناقص ماذا؟ 32. هذه القيمة لو نلاحظ وجدتها تعطينا كم؟ تعطينا ناقص 7. ناقص 7 لا يمكن وضعها تحت الجذر. بما أن لا يمكن وضعها تحت الجذر، معناه العبارة هذه لا يوجد لها جذور. هكذا لو كانت 7 لقلنا هكذا يمكن أن نضع جذور ونكمل لإيجاد إكس 1 وإكس 2. لكن لما وجدنا هذا الدالتا عدد سالب فنقول ماذا؟ فنقول العبارة ليس لها جذور، يعني لا يوجد قيم تعدمها. إذا هذه العبارة فإن نقول فإن إشارتها، هذه العبارة قصدنا هذه العبارة يا أبنائي، إشارتها من إشارة A، من إشارة A. الـ A هنا كم؟ ها هو أمامكم، الـ A هو قيمة ناقص 1، قيمة سالبة. إذا ماذا تصبح هذه الإشارة؟ إذا هذه القيمة يا أبنائي تصبح لنا أقل من الصفر، لأنها قيمة سالبة. ثم قال احسب واستنتج تحليلا لي بي لي إكس، هذا هو التحليل بي لي إكس يا أبنائي. الآن بعد ما أكملنا وقلنا أن العبارة الثانية هي عبارة سالبة، نأتي إلى أدرس ماذا؟ أدرس إشارة البي لي إكس. نقول دراسة، لاحظوا، دراسة إشارة البي لي إكس، أكيد حسب قيم إكس، يعني من نقص من لا يزيد من النهاية. هنا نستعمل يا أبنائي جدول، الجدول هو الذي يساعد على هذا الأمر. دائما في الإشارات أنصحكم باستعمال جدول حتى تكون الأمور جد بسيطة. إذا هنا عندنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، عندنا العبارة الأولى اللي هي هذه اللي هي إكس ناقص 1، هذه نضعها في هذا المكان، انظروا أين تنعدم أبنائي؟ تنعدم عند الناقص 1، عفوا عند الواحد، هكذا. هنا نقول نفس القيمة المضروبة في الأ اللي هي هنا كم؟ 1 ليس الصفر، إذا نقول هنا نفس وهنا عكس. تبقى لنا العبارة الثانية اللي هي هذه العبارة اللي هي ناقص إكس مربع
زائد 5x ناقص 8. هذه قيمة كيف قلنا عليها؟ قيمة كيف هي؟ السالبة. إذا قيمة سالبة، يقول أحدكم لماذا؟ لأن مميزها سالبة، هي قيمة كيف هي؟ سالبة تماما مهما كان الإكس، إلا أن هذا عابر سبيل لا دخل له هنا، فيمر ليبقى دائما يعدم لنا البي لي إكس. نأتي الآن إلى البي لي إكس، لاحظوا ها هو هنا البي لي إكس، نضع هنا البي لي إكس اللي هو ما هو؟ هو هذا في هذا، أنا أصبح له تحليل، أصبح لنا هنا حرب الإشارات، الناقص في الناقص يصبح لنا الزائد، والزائد في الناقص يصبح لنا الناقص، هذا هي إشارة ماذا يا أبنائي؟ البي لي إكس فقط، إذا بي لي إكس أصبح ناقص زائد ثم ناقص، يعني قيمه كيف هي؟ تصبح لنا من الناقص ما لا نهاية إلى الواحد موجبة، ومن الواحد إلى الزائد ما لا نهاية سالبة فقط. ولو نجرب، نجرب مثلا الصفر ينتمي إلى هذا المجال من هنا إلى هنا، يعني قيم كيف هي؟ ها هي موجبة. تعالوا نعوض بالصفر، لو نعوض هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر، كم تبقى؟ تبقى لنا 8. هل 8 موجبة؟ نعم إنها قيمة موجبة، إذا نحن على صواب فيما نقول إليه فقط. الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال أبنائي، نأتي إلى الجزء الذي بعده. قال الجزء الثاني، اف دالة عددية المتغير الحقيقي اكس معرفة بالعبارة التالية، اللي هي اف لإكس تساوي ناقص إكس زائد واحد زائد كسر إكس ناقص واحد على إكس ناقص اثنان لكل مربع. قال عين مجموعة تعريف دي إف للدالة، إذا نقول تعيين دي إف صغيرة، هكذا تكتب، يعني مجموعة تعريف الدالة. نحن نعلم أبنائي ماذا؟ نحن نقول دي إف للدالة إف حتى تكون معناه نهرب إلى أشياء التي لا توجد في الرياضيات، اللي هو أن المقام لا يوجد لا يساوي الصفر، اللي هو هذه القيمة لا يجب أن تكون تساوي الصفر. دي إف بحيث مهما كان إكس ينتمي إلى R، حيث إكس ناقص 2 الكل مربعة لا تساوي الصفر، لا يوجد عدد على صفر في الرياضيات. إذا ماذا نقول؟ بما أن التربيع هذا يا أبنائي لا يؤثر علينا في قيمة تساوي الصفر، ليست تساوي الواحد، فنقول إكس ناقص اثنان لا تساوي الصفر. لو كانت هنا تساوي واحد، لا، لا ننزع هذا مباشرة، أو تساوي اثنان، لا، إذا كان يساوي الصفر مهما كان ننزع تلك، حتى ولو كانت قوة آن هنا لا يهم. ننقل هذا إلى هذا المكان فيصبح لنا إكس لا يساوي اثنان، معناه نبحث دائما في مجموعة التعريف عن القيم التي تعدم المقام، نحذفها من مجموعة التعريف. ماذا نقول؟ نقول لو جئنا إلى هذا المحور، إذا سمينا هذا هو محور الأعداد الحقيقية، أنها تنطلق من ناقص ما لا نهاية، تأتي هكذا، لما تصل إلى قيمة الاثنان تجد أن الطريق مقطوع هنا. لو ما قلنا أنها مثلها كمثل السيارة، هكذا كسيارة صغيرة تنطلق من هذا المكان ثم تتوقف ثم تنطلق من هنا إلى الزائد ما لا نهاية، فتصبح لنا دي اف تساوي لنا ماذا؟ من هذا المكان إلى هنا، يعني من ناقص ما لا نهاية إلى الاثنان مفتوح، اتحاد من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية، أو بصيغة أخرى كصيغة مجموعات نقول دي اف تساوي لنا كل الأعداد الحقيقية ما عدا العدد الذي عدم لنا المقام اللي هو اثنان فقط. إذا دي اف أصبحت ار معادل اثنان. لماذا الاثنان؟ لو نعوض هنا بالاثنان نجد صفر، والصفر لا يوجد في المقام. الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال وقلنا أن مجموعة التعريف هي كل الأعداد ما عدا الاثنان، نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. لاحظوا جيدا أبنائي، قال بين أنه مهما يكون العدد الحقيقي x من دي اف، تعلمون ان دي اف اللي هو r، اذا دي اف تساوي قلنا r ما عدا الاثنان التي تعدم المقام. قال برهن ان، اذا ان هذه المشتقه لي بي لي اف فتحه لي x، اف فتحه لي x تساوي بي لي x، ها هو البي لي x على المقام قوه 3. لاحظوا جيدا، اذا اولا نقول البرهان أن هذه العبارة مهما كان إكس ينتمي إلى دي إف أنها صحيحة. إذن
أولا ننطلق، تصبح لنا اف فتحة لإكس تساوي مشتق العدد المضروب في الإكس، عدد في إكس يبقى إلى العدد، مشتق العدد الذي لا يوجد فيه إكس يذهب إلى الصفر، زائد نأتي الآن إلى مشتق الدالة التناظرية أو الناطقة، تقول إذا كان عندنا U عفوا، نقول U على V دالة ناطقة مشتقها يساوينا البسطي، مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع، هنا على المقام مربع، هنا أين الـ U؟ ها هو U وها هو V، الـ V الـ U هنا تظهر أمام كل هي X ناقص واحد، أما الـ V هو X ناقص اثنان الكل مربع. نتابع أبنائي، إذا ما هو مشتق البسطي؟ مشتق البسط هذا إلى الصفر وهذا إلى الواحد، إذا أصبح لنا واحد في المقام، مشتق البسطي في المقام اللي هو إكس ناقص اثنان الكل مربع، ناقص مشتق المقام، مشتق الدالة قوى آن، يا أبنائي لاحظوا، إذا كانت عندنا إف قوى آن، مشتقها يساوي هذا ينزل آن في مشتقة التي بالداخل الفتحة في الدالة بعدما كانت لها قوة آن ننقص لها واحد، معناه مشتق إكس ناقص اثنان الكل مربع تساوي هذا ينزل، لكن رمز المشتقة هنا، هذا ينزل اثنان في مشتق هذه التي بالداخل لأن هذه التي تمثل F حتى تفهموا، إذا مشتق الإكس هو واحد ومشتق الاثنان هو صفر، إذا في واحد في العبارة اللي هي إكس ناقص اثنان بعدما كانت قوة كم؟ اثنان، قلنا تنقص لها درجة، انظروا القانون، لو كانت قوة خمسة تصبح قوة أربعة، إذا تصبح لنا قوة واحد، إذا ها هو مشتق هذه العبارة، إذا نكتبها هنا اثنان في إكس ناقص اثنان، هذا هو مشتق المقام في البسطي، في البسطي إكس ناقص واحد، تابعوا جيدا هكذا. ها هو القانون على المقام مربع، هذا المقام اللي هو مربع المربع، قوة القوة هي جداء القوتين، يعني اثنان في اثنان أصبح لنا إكس ناقص اثنان الكل قوة كم؟ قوة أربعة يا أبنائي، لأن كانت اثنان ووضعنا لها اثنان فيضرب هذا في هذا فأصبح لنا قوة ماذا؟ قوة أربعة، هكذا حتى تفهموا أبنائي. الآن ثم نكمل، علينا أن نصل إلى P لـ X على المقام قوة ثلاثة، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا أول شيء أن لا نتعجل أن يمكن اختزال هذا مع هذا مع هذا، إذا تصبح لنا F فتحة لإكس تساوي تابع نقطة نقطة، تصبح لنا ناقص واحد زائد هذا بما أن قوة اثنان ونزعنا له واحد من المقام فيصبح لنا إكس ناقص كم؟ اثنان، بعدما كان قوة اثنان يصبح قوة واحد، هذا ذهب بقيت لنا ناقص اثنان وفي إكس ناقص واحد، المقام بعدما كان قوة أربعة يصبح لنا قوة ثلاثة ناقص اثنان الكل قوة ثلاثة، لكن لم نزل نصل بعد إلى هذه العبارة، فنعمل جاهدين إلى الوصول إليها، تابعوا جيدا، فتصبح تساوي إذا إف فتحة لإكس، إذا إف فتحة لإكس، نأتي الآن أولا أبنائي إلى توحيد المقامات. المقام هنا لاحظوا هذا مقامه واحد عليه أن يضرب في هذا أصبح لنا ناقص في إكس ناقص اثنان الكل مربع زائد ها هو زائد زائد إكس ناقص اثنان ثم ننشر هذا في هذا ناقص اثنان إكس ثم هذا في هذا زائد اثنان على ماذا؟ عفوا هنا نعتذر أبنائي قوة ثلاثة نعتذر نعتذر أرجوكم أعذروني على إكس ناقص على إكس ناقص اثنان الكل قوة ماذا؟ قوة ثلاثة. الآن نقترب من النتيجة لكن علينا أن نأتي إلى إكس ناقص اثنان الكل قوة ثلاثة ننشرها، هي في الأصل تساوي أن إكس ناقص اثنان في إكس ناقص اثنان الكل مربع لأن هذا مع هذا نجمع القوى تصبح لنا قوة ثلاثة، أي عدد يضرب في نفسه نجمع القوى تصبح تساوي إكس ناقص اثنان وهذا الجداء الشهير رقم اثنان مربع الأول ناقص ضعف الجداء زائد المربع الثاني
مربع الأول زائد الثاني زائد ناقص ضعف الجذع، ناقص ضعف الجذع. نكمل الآن لننشر هذا مع هذا، تصبح تساوي لنا إكس قوة ثلاثة، لكن لا ننسى عندنا هنا الناقص، لا تحذروا فما ندخل عليهم الناقص، تصبح لنا إكس قوة ثلاثة، وهذا في هذا، نعم دائما يكمل المسير هكذا، ناقص أربعة إكس مربع، ثم في هذا يصبح لنا زائد أربعة إكس، ثم هذا في هذا ناقص اثنان إكس مربع، ثم هذا في هذا زائد ثمانية إكس، ثم هذا في هذا ناقص ثمانية. لكن نحن نعلم أن مضروب هنا في ناقص، بما أن مضروب في ناقص الآن ندخل تلك الناقص، يصبح هنا ناقص وهنا زائد وهنا ناقص وهنا زائد وهنا ناقص وهنا زائد، ثم نكمل المسير. لاحظوا معي أبنائي ولا تتعجلوا في قضية الحساب، لاحظوا جيدا، هذه الدوال التناظرية تحتاج أو الناطقة تحتاج إلى الحساب والتركيز، تصبح لنا هكذا. الآن المقام نتركه كما هو، لإكس ناقص اثنان الكل قوة ثلاثة، ونأتي بالعبارة التي وجدناها. لاحظوا ها هي العبارة التي وجدت، ركزوا معي أبنائي أرجوكم، ها هي العبارة التي وجدناها، ثم نأتي بالعبارة الأخرى التي هنا، ها هي أمامكم، ونكمل الحساب، ودائما عندنا هنا زائد، ونتابع هل نجد البي لي إكس هذا الذي هنا أقوم بتحريكه أم لا. تصبح إف فتحة لإكس تساوي، نتابع رويدا رويدا. الآن عندنا أول شيء أنه هذا ذهب مع هذا، انتهى دوره. عندنا هذا قوة ثلاثة ناقص إكس قوة ثلاثة، انظروا ها هو ناقص إكس قوة ثلاثة. عندنا هذا مع هذا زائد ستة إكس مربع، إذا هذا مع هذا مع هذا، ها هو أمامكم. عندنا كذلك ناقص ثلاثة عشر إكس، ناقص ثلاثة عشر إكس، هذا مع هذا ناقص 12 إكس، وهذا مع هذا يعطينا ناقص إكس، ناقص إكس مع ناقص 12 إكس ناقص 13 إكس، هذا انتهى دوره وهذا انتهى دوره وهذا انتهى دوره وهذا انتهى دوره، بقي لنا هذا العدد لوحده اللي هو زائد 8، أليس هو البي لي إكس؟ نعم، على إكس ناقص 2 الكل قوة 3 ويساوي بي لي إكس على إكس ناقص اثنان الكل قوة ماذا؟ الكل قوة ثلاثة، وهذا هو الجواب بكل بساطة يا أبنائي. الآن إذا قلت هنا قضية حساب فقط، لا يوجد أشياء يعني صعبة المنال، إلا أن نكون حذرين في الحساب. الآن بعدما وجدنا هذا، برهنا هذه العلاقة اللي هي إف فتحة لإكس تساوي بي لإكس على إكس ناقص اثنان الكل مربع، أقوم مكعب. قال أدرس تغير الدالة إف، المقصد هنا يا أبنائي أن نحسب ندرس تغيرات الدالة المشتقة، حسبناها ندرس إشارة المشتقة، الآن دراسة تغيرات الدالة إف المشتقة. لدينا إف فتحة لإكس تساوي بي لإكس على إكس ناقص اثنان الكل قوة ثلاثة. إشارة كسر من إشارة البسط في المقام، إشارة كسر من إشارة البسط في المقام، ليس من إشارة البسط فقط كما يعتقد البعض، يقول يا أستاذ من إشارة هذا، يا أبنائي من إشارة البسط في المقام، إن لم يكن للمقام تأثير فلا ضرر. الآن نأتي نقول إشارة المشتقة من إشارة البسط في المقام، ليس من إشارة البسط. نعم إذا قلنا أن إف فتحة تساوي صفر البسط الذي يساوي صفر، المقام مستحيل يساوي صفر احتراما للمجموع التالي، لكن في الإشارة لا، إشارة بسط في مقام. الآن لدينا بي لي إكس نحن نملك إشارته، ها هي بي لي إكس إشارتها، انظروا ها هي أمامكم، انظروا جيدا حتى تكونوا على دراية، ها هي البي لي إكس، انظروا ها هي أمامكم إشارتها كيف هي، وإذا كان هنا
مضيف للجدول نوعا ما شيء. ما هو أمامكم؟ انظروا وتابعوا بأم أعينكم، لاحظوا. إذا قلنا هنا الإكس من ناقص ما لا نهاية، وهنا الزائد ما لا نهاية، وهنا الواحد، عندنا كذلك المقام أين ينعدم؟ ينعدم المقام إكس ناقص اثنان الكل قوة ثلاثة يساوي الصفر. قلت هذا لما يكون يساوي صفر لا يؤثر، يصبح لنا إكس ناقص اثنان يساوي الصفر، بالرغم هو في الأصل نقول لا يساوي الصفر، لماذا؟ احترام مجموعة التعريف، يصبح لنا إكس لا يساوي ناقص اثنان. إذن تنعدم العبارة هذه اللي هي إكس ناقص اثنان الكل قوة ثلاثة، تنعدم عند الاثنان، الاثنان يكون في هذا المكان، فننزل هكذا ونقول هنا ينعدم. لكن يا أبنائي تابعوا معي، لاحظوا جيدا، دققوا معي أرجوكم، هكذا. إذن بما أهان هنا وجد الناقص لا دخل له فيه، معادلة عبارة من الدرجة الأولى، يمكن لأن هذا يمكن حتى أن يحذف لا يتأثر، معادلة نفس عكس. ركزوا معي، هذا عابر للسبيل لا دخل له فيه، وجد هنا ناقص ترك ناقص، لكن هنا بي لي اكس، عفوا قلت ليس بي لي اكس، نعم بي اف فتحة لي اكس، اف فتحة لي اكس، هنا تصبح العبارة غير معرفة هنا في هذا المكان، يعني لا يوجد صورة الاثنان في الدالة اف. اذا نأتي الان الى حرب الاشارات، انظروا جيد، الناقص في الزائد يعطي لنا ناقص، الناقص في الناقص يعطي لنا زائد، والناقص في الزائد يعطي لنا ناقص. ماذا يمكن أن نقول على الدالة الآن F؟ انظروا جيدا، نقول بكل بساطة الدالة، لاحظوا أبنائي هنا التغيرات، معناه الدالة F متناقصة تماما على المجال، ما هو المجال؟ من هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا. إذن تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد اتحاد، عفوا نغلق المجال عادي، اتحاد من الاثنان، لكن الاثنان يا أبنائي غير معرفة عنده الدالة، اثنان إلى الزائد ما لا نهاية، يكون المجال عندها مفتوح، ومتزايدة تماما على المجال ماذا؟ من الواحد إلى الاثنان، الواحد يمكن أن نغلقه، أما الاثنان فالدالة عنده غير معرف، فيجب أن يكون كما أشير مفتوح هكذا. هذا ما نسميه تغيرات الدالة F. الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الذي بعده. إذن أحسب نهايات وشكل جدول تغيرات الدالة F. الآن أولا نأتي بعبارة الدالة F، ها هي عبارتها، ونحسب نهايات بكل بساطة، تابعوا، ها هي. إذن نقول حساب النهايات، حساب النهايات، نحن ماذا نملك؟ نملك أن دي اف تساوي لنا كل الأعداد الحقيقية ما عدا الاثنان التي هي من ناقص ما لا نهاية إلى الاثنان اتحاد من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية. كم يوجد لنا من نهاية؟ أربعة، واحد اثنان ثلاثة وأربعة، يعني بين ناقص ما لا نهاية والزائد ما لا نهاية، والاثنان بقيم أقل والاثنان بقيم أكبر، والاثنان بقيم أكبر. ننطلق نقول ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول أولا إلى الناقص ما لا نهاية تساوي. نملك بعض الأشياء عليكم أن تعلموها أبنائي. أولا عندنا نأتي إلى النهاية هذه اللي هي ليميت إكس ناقص إكس زائد واحد لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، عندنا نعوض في هذا فتصبح لنا زائد ما لا نهاية. وعندنا ليميت إكس ناقص واحد يعني هذه النهاية على ماذا أبنائي؟ هنا يمكن أن ننشر هذه بالجداء الشهر رقم اثنان، يصبح لنا مربع الأول ناقص ضعف الجداء زائد مربع الثاني، لما هنا أربعة، نعتذر أربعة ليس الاثنان، لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. تقول القاعدة في الدالة الناطقة أو الدالة
تناظرية أكبر حد على أكبر حد، هذه في لا نهاية، فتصبح لنا ليميت x على x مربع لما x يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي لنا ليميت واحد على، نختزل من هنا x ومن هنا x، تصبح لنا واحد على x لما x يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، وهذه قيمة مشهورة أن واحد على ما لا نهاية يساوي الصفر. إذا هذه النهاية ذهبت كليا إلى الصفر، بقيت لنا النهاية هذه وجدناها كم؟ وجدناها ناقص ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية، إذا تصبح لنا هنا زائد ما لا نهاية. إذا النهاية الدالة f عند الناقص ما هي زائد ما لا نهاية. الآن نأتي عند الزائد ما لا نهاية، كذلك لكي نضرب عصفورين بحجر واحد. تصبح لنا ليميت f لx لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي نفس الإشكال. هنا عند الزائد ما لا نهاية تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص ما لا نهاية، لأن الزائد في الناقص تصبح ناقص ما لا نهاية. وهنا عند الزائد ما لا نهاية أكبر حد على أكبر حد، وهنا كذلك، وتصبح لنا كذلك صفر. معنى هذه ذهبت إلى الصفر، وهذه وجدناها كم؟ وجدناها ناقص ما لا نهاية، تصبح لنا النهاية هي الناقص ما لا نهاية. ها هي أمامكم، قد وجدنا عند الزائد ما لا نهاية والناقص ما لا نهاية هاتين النهايتين، نحتفظ بهما هنا لكي نقوم بالملء في جدول التغيرات. نأتي بعدها أبنائي إلى حساب النهاية عند الاثنان بقيم أقل وبقيم أكبر، لكن نتابع. تصبح لنا ليميت f لx لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، هذا رمز بقيم أقل، x يعني بقيم أقل تساوي. نأتي الآن هنا لنعوض في هذا المكان هنا بالاثنان. تصبح لنا هنا كم يا أبنائي؟ تصبح ناقص 2 زائد 1 اللي هو كم؟ ناقص 1. يبقى لنا الإشكال هنا، تابعوا معي. تصبح لنا ليميت x ناقص 1 في 1 على x ناقص 2 الكل مربع. لم أفعل شيء، أعد البسط في البسط والمقام في المقام، قمت بتفكيك هذا الكسر، كل واحد على حدة، معنى هذا نضرب في هذا وهنا الواحد. نعود إلى أصل العبارة حتى تفهموا يا أبنائي ماذا أفعل. لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، لكن عندنا نهاية شهيرة تقول ليميت واحد على إكس ناقص أ الكل مربع لما إكس يؤول إلى أ، إلى أ لا يهم بقيم أكبر أو أصغر، تساوي لنا زائد ما لا نهاية. إذا هنا ماذا ينتج؟ ينتج لنا هذه أعطت لنا كم؟ أعطت لنا زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية، وهذه كم وجدناها؟ انظروا جيدا، عوضوا الآن هنا بالإثنان، إثنان ناقص واحد هو واحد، معناه واحد كأنما واحد في ما لا نهاية بالزائد، تصبح لنا زائد ما لا نهاية. طبقا هنا هذا طبقنا على هذه النهاية اللي هي زائد ما لا نهاية، وهنا عوضوا بالإثنان. اثنان ناقص واحد هو واحد، واحد في ما لا نهاية هو ما لا نهاية، الآن وجدناها كم؟ ما لا نهاية، هذه بقيم أقل، بقيم أكبر نفس الشيء، اللي هي ليميت إكس ناقص واحد في واحد على إكس ناقص اثنان الكل مربع، لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، بقيم أكبر، دائما هذه النهاية الشهيرة قلنا هي زائد ما لا نهاية، وعوض هنا بالاثنان. فتصبح لنا كم أبنائي؟ تصبح لنا واحد في ما لا نهاية اللي هي زائد ما لا نهاية. إذن كلا النهايتين أعطت لنا زائد ما لا نهاية فقط. بعد ما وجدنا هذه النهايات نأتي مباشرة أبنائي لملء جدول التغيرات اللي هو ملخص كل ما قمنا به من قبل. إذن عندنا هنا x من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، هنا نكتب جدول تغيرات f، يعني جدول تغيرات هذه الدالة. إذن عندنا المشتقة، جهة المشتقة لوحدها، ها هي المشتقة هنا، انظروا جيدا هنا المشتقة. إذن تصبح لنا هنا f فتحة ل x، قلنا أين انعدمت؟ ها هي أمامكم، انظروا أبنائي، انعدمت عند الواحد، أما الاثنان أثر بماذا؟ أثر بإشارته فقط، تصبح لنا ناقص زائد ناقص. نأتي إلى هنا، أولا مجموعة التعريف، نحترم مجموعة التعريف، أن قلنا الإثنان غير معرفة الدالة عندها،
ولهذا نقوم بإنشاء منطقة هنا هكذا تسمى كأنها منطقة محرمة، يعني لا يوجد في هذا المكان صور للعدد 2 بالدالة F. والمشتقة قلنا تنعدم عند ماذا؟ تنعدم عند الواحد. قلنا من هنا ناقص ومن هنا ناقص ومن هنا زائد، ها هي أمامكم حتى لا تقول من أين يأتي بهذه الأشياء. نعم ها هي ناقص زائد ناقص. الآن نأتي إلى مجال صور اللي هو F لX. تقول القاعدة هنا أنزل سوف ننزل هكذا إلى غاية هنا، ثم نصعد، ثم نعيد النزول مرة أخرى هكذا. تعالوا الآن أبنائي نقوم بعملية الملء. إذا ماذا وجدنا؟ وجدنا عند الناقص ما لا نهاية، ها هي أمامكم حتى لا تقولوا من أين يأتي الأستاذ بهذه المعلومات ليقوم بالملء. ها هي الناقص ما لا نهاية كم؟ زائد ما لا نهاية. عند الزائد ما لا نهاية وجدناها ناقص ما لا نهاية. عند الاثنان بقيم أكبر أو أصغر كلاهما وجدت زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية. وبقيت لنا F لواحد. F لواحد تعالوا نقوم بحسابها هنا، عوض هنا بواحد يصبح هذا مع هذا يذهب، وعوض هنا بواحد تصبح لنا واحد ناقص واحد صفر، إذا تصبح لنا هنا صفر. إذا صورة الواحد بالدالة F هي الصفر. هكذا أبنائي. نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الذي جاء بعده. قال أن F الممثل للدالة F يقبل مستقيم مقارب مائل. إذا نقول البرهان أن CF يقبل ماذا؟ يقبل مستقيم مقارب مائل. يطلب تعيين معادلته. نحن عندنا ها هي عبارة الدالة F، لم يقل ها هو وبرهنه، لا، قال من خلال ملاحظة لعبارة الدالة هذه استنتج أنه يوجد مستقيم مقارب. نحن عندنا قاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا كانت عندنا عبارة مكتوبة من الشكل، نحن عبارتنا إذا كانت مكتوبة من الشكل هكذا، انظروا F لX تساوي لنا AX زائد B زائد ماذا؟ زائد H لX. انظروا جيدا إذا كانت مكتوبة، وهنا نلاحظ أنها مكتوبة، انظروا هذا هو هذا، والـ H لX هي هذه العبارة، حيث H لX هي دالة، أما AX زائد B هو عبارة لمستقيم. وكانت عندنا ليميت، هذه قاعدة درسناها في السنة الثانية، وليميت H لX لما X يؤول إلى المالانهاية الزائد أو الناقص، قلت الزائد أو الناقص، يعني حتى نقول هكذا مثلا زائد أو ناقص مالانهاية تساوي لنا صفر، فإن Y يساوي هذه القيمة، Y يساوي لنا AX زائد B مستقيم مقارب مائل. هذه قاعدة درستها في السنة الثانية. هل هذا الأمر يشبه ذلك؟ نعم. انظروا الآن نقول أن ليميت X ناقص واحد على X ناقص اثنان الكل مربع لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، ألم نجدها بقاعدة أكبر حد على أكبر حد لما قمنا بالإشبي هكذا النشر X ناقص واحد على X مربع ناقص 4X زائد 4 لما الإكس آل إلى الناقص ما لا نهاية، قلناها أنها تساوي لنا أكبر حد، نهاية أكبر حد على أكبر حد لما الإكس ما زال يؤول إلى الناقص أو الزائد ما لا نهاية، تساوي لنا وجدناها أنها تساوي لنا بقاعدة الاختزال واحد على X لما X آل إلى الناقص ما لا نهاية، وقلنا أنها تساوي الصفر. وعند الزائد ما لا نهاية نفس الحالة، هنا زائد 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 وجدناها كذلك صفر. فماذا يمكن أن نقول؟ إذا بما أن هذه هي نفسها يا أبنائي H لX التي تساوي لنا X ناقص واحد على X مربع، عفوا X ناقص اثنان الكل مربع، إذا مباشرة نقطع مباشرة بقاعدة ومنه بالمطابقة. تعالوا ها هو أمامكم،
ومنه إيغراج يساوي لنا ناقص إكس زائد واحد مستقيم مقارب مائل بجوار الناقص والزائد مدى نهاية، لأن كلا النهاية عند الناقص مدى زائد ما هنا دائما تساوي لنا الصفر لهذه الأصل إكس. إذن ها هو دالتا يطلب معادلته، معادلته هي إيغراج يساوي ناقص إكس زائد واحد. ثم السؤال الذي جاء بعده قال أدرس الوضعية لهذا المستقيم دالتا. الوضعية يا أبنائي تدرس بهذه القاعدة، دائما لما يقول أدرس وضعية مستقيم بالنسبة إلى منحنى أو منحنى بالنسبة إلى مستقيم نقول وضعية سي اف بالنسبة إلى المستقيم دالتا. تقول قاعدة ندرس إشارة الفرق بين، لاحظوا بين دائما، بين اف لإكس ناقص، عفوا اف لإكس ناقص إيغراك على المجال اللي هو ار ما عدا الاثنان التي معرفة عنده الدالة، دائما مجموعة التعريف علينا أن نحترمها، ار ما عدا الاثنان. تعالوا نقوم ب اف لإكس ناقص إيغراك، تصبح لنا اف لإكس ناقص إيغراك تساوي لنا الاف لإكس اللي هي ناقص إكس زائد واحد زائد إكس ناقص واحد على إكس ناقص اثنان بكل مربع ناقص إيغراك. معناه الإيغراك قلنا معادلته هي هذه، هي هذا هو الإيغراك، ندخل عليها الناقص، قاعدة الناقص ها هو الناقص، تصبح لنا زائد إكس ناقص واحد، فيذهب هذا مع هذا مع هذا مع هذا، تبقى لتساوي لنا إكس ناقص واحد على إكس ناقص اثنان الكل مربع. إشارة الكسر من إشارة البسط في المقام، لكن المقام انظروا هنا مربع، إذا تصبح لنا إكس ناقص اثنان هذه موجبة تماما على آر ما عدا الاثنان، لأن الاثنان يعدمها، لهذا قلت موجبة تماما لكن الاثنان لا يدخل. تصبح إشارتها من إشارة ماذا؟ من إشارة إكس ناقص واحد. إذا وجدناه يساوي صفر ننقل هذا، تصبح لنا إكس يساوي لنا واحد، إذا لهذا هذا موجب تماما حسب مجموعة التعريف، وهذا ينعدم عند الواحد، عوض واحد ناقص واحد يساوي صفر. الآن نأتي إلى جدول الوضعية، جدول الوضعية هو الذي ينقذ الجميع. تصبح لنا هنا إكس ناقص ما لا نهاية، وعندنا الإثنان مجموعة التعريف، وهنا زائد ما لا نهاية. من المسؤول عن أولا مجموعة التعريف أن الدالة غير معرفة هنا هكذا أبنائي. المسؤول عن الوضعية قلنا هو إكس ناقص واحد تنعدم عند واحد، هنا عكس وهنا نفس كما أشير. إذن هنا وهنا نكتب الوضعية، هنا في الوضعية لاحظوا كيف نقسمها هكذا، نقول في الناقص نقول سي اف، لما نجد ناقص في الوضعية سي اف يقع أسفل دالتا، هنا في هذا رمز الصفر نقول سي اف يقطع دالتا في الواحد فاصلة واحد، وهنا سي اف فوق دالتا، وهنا كذلك سي اف فوق دالتا، اما هنا نقول يقطع فلا لان غير الداله غير معرفه عند ذلك. الان بعد ما اكملنا مع ذلك ناتي الى السؤال الذي بعده، قال اكتب معادله المماس تي سي للمنحنى عند فاصله اسمها ثلاثة. اذا نقول كتابه معادله المماس تي عند الفاصلة ثلاثة. أولا علينا أن نتعلم ما هي معادلة مماس. معادلة مماس تكتب إيغراك يساوي إف فتحة لأ في إكس ناقص أ زائد إف لأ، حيث الأ في حالتنا هذه هو هذا ثلاثة، أو مرات تجدها إكس صفر لا يهم، معناه نعوض هنا بالثلاثة وهنا بالثلاثة
هنا بالثلاثة. فما يرغمنا على أن نعوض مرة في المشتقة بالثلاثة وفي الدالة بثلاثة. نأتي أولا إلى الدالة، عوض هنا بالثلاثة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. فماذا نتحصل؟ نتحصل على ناقص اثنان ثلاثة زائد واحد، ناقص اثنان زائد هذا ناقص هذا، ثلاثة ناقص واحد اللي هو اثنان. على ماذا؟ ثلاثة ناقص اثنان واحد، الكل مربع واحد، يذهب هذا مع تسعين صفر. إذا اف لثلاثة صفر، هذه صفر. بقيت لنا اف فتحة لثلاثة، اف فتحة لي عفوا لثلاثة تساوي، عوض الآن هنا بالثلاثة لأنها بي لي إكس على إكس، ها هي بي لي إكس على إكس ناقص اثنان الكل قوة ثلاثة، وهنا بالثلاثة. فماذا نتحصل؟ نتحصل على ناقص سبعة وعشرون زائد ستة زائد أربعة وخمسون، لأن هنا تسعة ثلاثة مربع، هي هنا ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة سبعة وعشرون، وهنا تسعة في ستة أربعة وخمسون، وهنا ثلاثة في ناقص ثلاثة ثلاثة تصبح لنا تسعة وثلاثون زائد ثمانية على هنا عوض بالثلاثة، ثلاثة ناقص اثنان واحد الكل قوة ثلاثة هو واحد، تصبح لنا كم؟ هذا مع هذا تصبح لنا اثنان وستون، وهذا مع هذا تصبح لنا كم؟ ناقص ستة وستون، تصبح لنا ناقص أربعة. إذا هنا نعوض بناقص أربعة، فيصبح لنا إيكغاك يساوي ناقص أربعة في إكس ناقص ثلاثة زائد إف لثلاثة صفر، هذا في هذا ناقص أربعة إكس زائد اثناشر بهذه البساطة المطلقة فقط. هذه هي معادلة التي، المماس تي يا أبنائي فقط. نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الآخر، قال أرسم المستقيمين تي ودالتا والمنحني سي إف. أولا نرسم دالتا، نستعمل هنا الجدول المساعد، لاحظوا جيدا هنا ها هو الدالتا، نعطي لها الإكس صفر، تعالوا ها هو جدول صغير إكس إيكغاك، إذا أخذ الإكس صفر الإيكغاك يأخذ واحد، انظروا جيدا معناه نعطي قيم للإكس نستخرج الإيكغاك، إذا أعطينا لهذا واحد كم؟ واحد ناقص واحد صفر، إذا النقطة الأولى هي صفر واحد ها هي، والثانية هي واحد مع ماذا؟ مع صفر ها هي. ثم نربط يا أبنائي بين النقطتين، انظروا جيدا هكذا، لاحظتم؟ هذا هو يا أبنائي ما نسميه دالتا مستقيم مقارب. عندنا كذلك التي، التي كذلك يمكن أن نستعمل هنا جدول بسيط إكس وإيكغاك، لو أعطينا لهذا مثلا نعطي له ثلاثة، أصبحنا ناقص ثلاث ناقص ثلاث ثلاثة في ناقص أربعة أصبح اثنا عشر، ناقص اثنا عشر أصبح لنا كم؟ صفر. إذا إذا أخذ هذا الثلاثة الإيكغاك يأخذ صفر، نعطي له قيمة أخرى حتى يقول أحدكم يا أستاذ اثنا عشر كبير، ما دخلي في اثنا عشر، أنا ليس لي دخلي اثنا عشر، أنا دخل لي في رسم المستقيم. لو نعطي له هذا مثلا اثنان ناقص ثمانية زائد اثنا عشر، إذا أعطينا له اثنان ناقص ثمانية زائد اثنا عشر أصبح لنا كم؟ أربعة. النقطة الأولى ها هي ثلاثة صفر، ثلاثة صفر ها هي. النقطة الثانية اثنان مع ماذا؟ مع أربعة، ها هي اثنان مع أربعة. وكذلك نربط بينهما يا أبنائي بين النقطتين، ها هي أمامكم. ولا ننسى أن المماس عند ماذا؟ عند القيمة، قلنا عند القيمة ماذا؟ عند القيمة الثلاثة، نحتاج الثلاثة فقط الدرجة الأولى، أما البقية فلا دخلنا فيها هكذا. ونقول هذا هو التي، والمماس عند قال عند الفاصلة الثلاثة هنا. الآن عندنا القيمة الحدية، انظروا ها هي قيمة حدية، أولا ما قبل القيمة الحدية ها هو مستقيم مقارب عمودي، ربما نسينا ذلك، ها هو المستقيم المقارب العمودي يا أبنائي حتى أذكركم هنا.
يوجد لنا التفسير بياني لهذه النهاية اللي هو إكس يساوي. دائما تقول قاعدة إذا حسبت النهاية عند قيمة معلومة وجدتها نهاية غير معلومة اللي هي المالا نهاية، فقول أن إكس يساوي أن اثنان مستقيم مقارب عمودي أو بصيغة أخرى شاقولي، هكذا تقول القاعدة. إذن علينا أن نقوم كذلك يا أبنائي برسمه. تعالوا نقوم برسمه اللي هو إكس يساوي لنا الاثنان، ها هو عفوا استعمل المسطرة أفضل، إكس يساوي لنا الاثنان ها هو أمامكم. وإذا دائما هذا إكس يساوي لنا اثنان مستقيم مقارب عمودي، ها هو أمامكم عمودي في المنحى في الجدول التغيرات. عندنا القيمة الحدية هي إكس واحد والإيكغريك كم؟ صفر، يعني يشبه الحفرة، مثل الحفرة، انظروا ها هي حفرة حتى أقرب لي أبنائي القيمة. إذا ها هي أمامكم، انظروا جيدا، عفوا، تشبه شيء اسمه حفرة، عفوا هكذا. الآن تعالوا نرسم الوضعية. ماذا قلنا؟ قلنا من هنا إلى هنا يكون سي اف أسفل دالتا، نعم ها هو أمامكم أسفل، من هنا المنحني يكون هكذا. في الأصل لو نرسمه بطريقة معنى واضحة نأتي من هنا من الفوق وننزل، ننزل مقارب ينزل إلى تلك القيمة الحدية هنا، ثم ها هو أمامكم نزل، أن هنا عندنا الدالتا مقارب مائل بجوار زائد مائل، وهنا مقارب مائل بجوار زائد بالناقص والزائد، ثم يعيد الصعود إلى هذا الجدار، ها هو أمامكم بدأ بالصعود، انظروا جيدا ها هو أمامكم، ثم مرة أخرى ينطلق من هذا الجدار وينزل متجه الدالتا، معناه لكن يجد في نفسه في طريقه هذه القيمة اللي هي الثلاثة كمستقيم مقارب كيف كمماس، يعني يأتيكم سوف نغير اللون فقط حتى لا يحدث لنا خلط. إذا من هنا يأتي من هنا من الفوق ويبدأ بالنزول النزول النزول إلى هذا المكان اللي هو مكان ماذا؟ التماس، ثم ينطلق هكذا متجها نحو دالتا ولا يلمسه. إذا يصبح لنا المنحنى كليا لهذا الذي سوف أريكم إياه باللون الأسود، هذا هو منحنى الدالة F كليا هذا والجهة الأخرى. وعندنا قلنا مماس اللي هو المماس T، ها هو عند القيمة X يساوي 3، ونسمي هنا نقول سي عفوا نقول سي اف نسبة إلى الدالة اف فقط. ويمكن ملاحظة ذلك بالبرنامج، ها هو أمامكم، إلا أن هنا ينقصنا المستقيم هذا اللي هو إكس يساوي لنا الاثنان، ها هو أمامكم يا أبنائي، انظر عفوا سوف أريكم إياه، ها هو أمامكم مثله، إلا أنه لا يمكن أن يكون رسمنا كما هو بالمنحني فقط، أن هذا بالبرنامج. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روحهم الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، وكذلك يوجد منتدى الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.